عبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن رغبته بالعمل الإيجابي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واللقاء في القريب العاجل، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من السوداني بمناسبة فوزه بالانتخابات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن السوداني وترامب اتفقا على التنسيق لإنهاء الحروب في المنطقة، وأن الجانبان أكدا الرغبة في المضي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تتجاوز الجانب الأمني والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا. إلى هذا، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصول العراق على تعهدات إيرانية بعدم استخدام أراضيه للهجوم على إسرائيل في حال ردت طهران على هجوم إسرائيل الأخير، وبشأن إمكانية حصول هجوم إيراني على إسرائيل من الأراضي العراقية. قال حسين إن إسرائيل استغلت الأجواء العراقية في هجومها على إيران، ومؤكدا أن إيران ترفض الرد على إسرائيل انطلاقا من العراق. وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أجرى اتصالات مع جهات إيرانية، وأكدت له أن طهران لن تستعمل الأراضي العراقية منطلقا للهجوم على إسرائيل. وللوقوف عند تطورات هذا الخبر، ينضم إلينا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل. أهلا بك أستاذ فلاح، دوما برفقتنا مع قناة الحدث. يعني بالوقوف عند يعني كل هذه التفاصيل، هل اليوم بالرغم من الوعد الذي قطعته للعراق طهران وفقا لما صرح به وزير الخارجية فؤاد حسين، هل برأيك ستلتزم إيران بهذا التعهد؟ لا سيما بين قوسين هناك فصائل تعمل بشكل منفصل في العراق عن الحكومة، وهي مولية طبعا لإيران. نعم، صباح الخير وشكرا لك. أقول حقيقة لم يوضح لنا سيد الوزير وزير الخارجية الأستاذ فؤاد حسين من الذي أعطى التعهد، هل هي الحكومة يعني رسميا الحكومة الإيرانية يعني متمثلة بوزارة الخارجية أو رئاسة الجمهورية، أم الحرس الثوري الإيراني؟ لأن نحن نعرف أن الحرس الثوري الإيراني يشتغل يعني بدائرة مغلقة عن رئاسة الجمهورية أو الموقف الرسمي الإيراني، هذه من جهة. من جهة ثانية أن يعني إيران حقيقة في أكثر من مناسبة سابقة قالت نحن نعمل ليس بوصايا مع الفصائل التي تشترك بالهجوم ضد إسرائيل أو تقف معنا، إنما قرارها يتبع لها، يعني يتبع لهذه الفصائل. وهذه الفصائل قالت في أكثر من مرة أن يعني لن نتردد في ضرب إيران وفي عفوا في ضرب إسرائيل والمشاركة في الدفاع عن لبنان وعن إيران وعن محور المقاومة، يعني هذا ما يسمى بمحور المقاومة يعني في جميع مناطقه. حقيقة أنا في تقديري الشخصي أن إيران لن تلتزم بتعهداتها عندما تحصل معركة. إيران تبحث عن ساحة قتال بعيدا عن بلادها، وهذا الأمر معروف عن إيران حقيقة منذ أن انتهت الحرب العراقية الإيرانية عام 1988. لهذا أنا أشك بإمكانية إيران على أن تلتزم بمثل هكذا تعهدات. وبالتالي هل هناك إمكانية لحصول يعني هجوم إيراني على إسرائيل يعني من الأراضي العراقية برأيك، وخاصة وأن إسرائيل استغلت الأجواء العراقية حين يعني ضربت إيران؟ يعني إيران إذا أرادت أن تستخدم يعني الأجواء العراقية لا رادع لها حقيقة، هي استخدمته في الضربة الأولى الموجهة لإسرائيل. والعراق هو الحد الفاصل، حقيقة الجغرافيا العراقية هي الحد الفاصل ما بين إيران وسوريا أو إسرائيل، يعني بكونها تجاور سوريا وتجاور لبنان. فاستخدام الأجواء العراقية أنا أعتقد هو أمر يحدث طبيعيا، يعني سواء باستخدام الطائرات أو باستخدام الصواريخ. صواريخ إسرائيلية مرت في أجواء العراق وضربت واتجهت يعني، وربما إيران قد تستغل يعني ذلك أيضا إيران.
الشيء الآخر المهم يعني اللي ينبغي أن نؤكد عليه أن إيران لن تستخدم بشكل رسمي الأجواء العراقية أو الأراضي العراقية، وإنما عبر وكلائها، وهذا أمر معروف عن إيران سواء في العراق أو اليمن أو لبنان أو حتى سوريا. هي تستخدم الوكلاء وكما تسميهم الحلفاء، يعني وفي تصريح أكثر من تصريح قالوا صراحة أننا سنرد على إسرائيل وبمشاركة حلفائنا. من حلفائهم؟ بالتأكيد الأذرع هي هي لغاية الآن يعني تعمل من خلال أذرعها وحلفائها بالرد على إسرائيل. بالتأكيد هي تحاول جاهدة أن تبعد الضرر عن الأراضي أو إيران بصورة عامة كمواقع عسكرية أو اقتصادية أو لوجستية وغير ذلك. يعني هي إيران اشتغلت لمدة 40 سنة أو أكثر حتى تصل إلى هذا المستوى من أنها تحارب في أرض أخرى أو تحارب عبر وكلاء معتمدين عقائديا وعسكريا وتسليحيا وبإشراف مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني. وهذا ما كشف عنه يعني منطق الصراع في المنطقة يعني منذ 20 سنة أو أكثر. لهذا حقيقة لا يمكن يعني الاعتماد على تعهدات. كان هذا الأمر يحتاج إلى اتفاقية، والاتفاقية يكون فيها طرفان أساسيان هما الحرس الثوري الإيراني، لأن هي المعركة حقيقة معركة حرس. هم يقولون سيشترك الجيش الإيراني في الضربة المقبلة، لكن المعارك برمتها يخطط لها وتنفذ من قبل منتسبي الحرس الثوري الإيراني. نعم، أيضا يعني تبعنا قيام السيد السوداني بتهنئة الرئيس ترامب، وقد تم الحديث عن المزيد من التعاون في عدة يعني مستويات، ولكن ماذا عن الجانب الأمني؟ هذا هو السؤال هنا حقيقة. يعني اليوم الموقف تغير، يعني إذا كانت الإدارة الأمريكية في العهد الديمقراطي تقوم على مبدأ المد والجزر، يعني أي العلاقة الطيبة مع حكومة السوداني أو الحكومة العراقية بصورة عامة سواء السودان أو من سبقه، وهي علاقة عدائية مع الفصائل والميليشيات الأخرى تحديدا الميليشيات الشيعية، اليوم حقيقة مع ترامب أو مع الجمهوريين بكونهم صقور ولا يعني لا يوجد مدى للمناورة أو للموقف المزدوج والثنائي. لهذا ينبغي على العراق أن يحدد، يعني والسيد السوداني قد أدرك ذلك فبادر إلى التهنئة، لكن هناك إشكاليات أمنية حقيقة ستقف يعني حائلا أمام توجه السيد السوداني لتوثيق وتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها حقيقة هي موقف الفصائل. موقف الفصائل ما زال يهدد ويلوح بمذكرة إلقاء القبض على ترامب، ويعني تهديدات لم تتوقف حقيقة منذ ساعة فوز ترامب وإلى هذه اللحظة. هذه إشكالية حقيقة ينبغي أن تحل بالعراق، وإلا العراق سائر في طريق لا تحمد عقباه. حتى يبدو يعني أستاذ فلاح بأن هناك اتفاق على صعيد الدول الكبرى بإنهاء عمل أو بإنهاء الإرهاب في المنطقة وبإنهاء الميليشيات. على كل حال طبعا لهذا الحديث دوما بقية، نشكر لك هذه المشاركة معنا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل، شكرا لك.